النقي والإحساس والفن الجميل بما تحمله كلية التربية النوعية من رسالة كمال وإبداع في الجامعات المصرية. فأهلا بحضراتكم جميعا في رحاب جامعة أسيوط، مع رقم نياتي أن يكون ما أعددناه لاستقبالكم لائقا ببعض مقامكم لدينا وتقديرنا لكم. السيدات والسادة، إن الفنون بمؤسساتها وهياكلها المختلفة لا يعرف قيمتها من لا يعرف قيمة التواصل الحضاري وأهميته في التعبير عن أصالة الشعوب، ولا يفقه مقامها من من انعزل في بوتقته وتقوقع على نفسه، ولا يدرك أهميتها من افتقد حس الشعور بالقوى الناعمة الأكثر عمقا وتأثيرا على مر العصور. ولطالما أثبت الواقع أن الدول المتحضرة والمتقدمة دائما ما تملك فنا راقيا، والشعوب الأكثر تمدنا تميل أكثر للتعبير عن تاريخها وتراثها وقضاياها من خلال الفنون بشتى أنواعها، وأن الدول العظيمة تقاس بقوة شعبها. ومن أهم العوامل التي تبرز قيمة وقوة الشعب تتمثل في قوة تواصل هذه الشعوب مع العالم من خلال قنوات التواصل المتحضرة كالفنون، فهي القوى الأصدق التي تعبر عن البسطاء والطيبين والمتحضرين على مر التاريخ. لذا أجدني سعيدا بتجمعكم هذا وفخورا باستضافة جامعتنا له، وأعد نفسي للمشاركة مستمتعا بكل ما ستقدمون في مجالات كبيرة. فالهدف لدينا في تنظيم هذا اللقاء لم يكن تحديد المراكز ولا توزيع الدروع، بل الهدف أن يلتقي لدينا هذه النخبة من خير أبناء الجامعات، وأن نكون قناة لإيصال فنونهم الراقية وحسهم المرهف.